بتعلميني البس هيك ظبط لا تياب. لابسه حلو، ما بده مين يعلمك، حبيبة انت قلبي بدك تعلميني اطبخ. ايه بعلمك. هلا بدنا نورجي بس المشاهدين اللي عم يحضرونا انه نحن لما نقصها للقطينه بالملعقه بدنا نشيل بنشيل قلبها البذور وبنشوف نحن لما بموسم اللقطين كل الناس بصيروا بشيلوا البذور تبعولن اللقطين وبنشفون. هيدا البذر اللي بنشتريه خالص ما تكبون للبذر، شمسون بشمسون ايه. بحطوهم برا، في ناس بشمسون بالفرن لتكون اسرع. ايه بس هي برا احلى، منظرها احلى. ايه نرجع لكن كل شيء قديم انا عم بحبه، بحب يعني كل شيء العادات القديمه حتى بالاكل كثير احلى من هلا كل شيء هالتكنولوجيا والقصص هي. هنقشرها هلا. نبيله محضره قبل هون لما ايه كرمال الوقت بس لقطيني مقشره، بس عم نفرجيهم كيف بتكون. قد ما فيكم صغروا القطعه لحتى تستوي اسرع، لا تستوي ولا تتجنبوا انكم تقصوا ايدكم، لان انا هيدا الاصبع هون خمس قطب مقطبته مره من اللقطينه. انا هيدا الاصبع كمان من السكينه. انا عم اقشر اللقطين هلا. بس تسمحي لي اعطيهم تيبس للي اكيد عم ايه. يا الله ليه عم بده هيك تضربي علي؟ طيب يلا اوكي يلا تقبلي اوكي. اللقطينه في عالم بيسلقوها وفي عالم بحبوا يحطوها بصينيه بالفرن ويشوها بعدين بالملعقه زي سكوبت بشيلوا اللب كله منها. فهيدا اختيارين يعني، يا اما سلق يا اما سلق على البخار يعني اللي بحطوا المصفايه بطنجره مي عم تغلي وبتحطون، يا اما بالفرن مثل ما قلت لكم. في عده خيارات وكل حدا حسب هو شو بحب فيه يعتمد الطريقه. انا اليوم بدي اسلقها بس للوقت لانه بالفرن بتاخذ وقت وقت اكثر. صح. هلا بتحطي عليها مي؟ بحط مي بحطها على الغاز تنسى. اوكي انا حشيل هول لنحن نبلش نشتغل بال ثانك يو. انا رح احط المي بدها تغلي حشيلها من هون. نبيله قد ايه صعبه ترضي العالم او تقنعي العالم برايك بالتياب انت وعم تنقي لهم اياهم؟ هلا انا لهلا بعد ما واجهتني هيدي القصه، لانه اول ما بتعرف على حدا سيلبرتي بقعد معهم قبل ما بلش شغل مره واثنين، بكون اوريدي عامله سيرش اذا من المشاهير، بفوت بشوف كل الهيستوري تبعهم، لبسهم، جسمهم، لانه كثير بهمني الجسم، اللبس، الشخصيه، سو بقعد معهم مره واثنين وثلاثه بشوف الشخصيه كيف، يعني كانه لهيك ناخذ على بعض. وبتقدري تقنعيهم؟ بقدر لانه انا بعمل اللوك اللي انا بدي اياه. اوكي. واللي بيناسب طبعا الايفنت اللي هن رايحين عليه، وبعمل لوك هن شو بحبوا. اوكي. سو اول شيء بلبسهم اللي هن بحبوه، برجع بلبس اللي انا شايفته مناسب. فبلاقوا الفرق بيختاروا اللي انا وبس كمان يعني بناخذ وبنعطي مع بعض، مش انه والله انا ايمج كونسلتنت يعني لا لازم هيك.